عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية، أهلا وسهلا بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: طقس مستقر في عموم مناطق المملكة، أتربة مثارة على مدينة جدة خلال ساعات صباح يوم الجمعة، وطقس بارد نسبيا ليلا في عموم المناطق. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم، حيث سيطقس صافي ومستقر في عموم منطقة الجزيرة العربية وأيضا المملكة العربية السعودية. نذهب الآن وإياكم لقراءة توزيع حبات الرياح المتوقعة من يوم الخميس إلى يوم السبت. لاحظوا معي كيف تنشط الرياح الشرقية أو ما يسمى رياح الصبا بالهبوب على مدينة جدة وحتى منطقة رابغ أي سواحل البحر الأحمر، حيث تعمل هذه الرياح على إثارة الأتربة والغبار خلال ساعات صباح يوم الجمعة بإذن الله. هذه الرياح تترافق أيضا بهبات نشطة قد تصل حتى 80 كيلومتر في الساعة، لكن خلال ساعات الظهيرة والعصر تتراجع شدة هذه الرياح لتتحول وتصبح شمالية غربية إلى غربية بحرية، وبالتالي يضعف الغبار وتتحسن الرؤية الأفقية خلال ساعات ما بعد الظهيرة بإذن الله. نذهب الآن لطقس الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود طقس بارد نسبيا 19 درجة مئوية متوقعة مع طقس صافي. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة درجة الحرارة تستقر حول 31 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى تكون باردة نسبيا 16 درجة مئوية متوقعة يوم الجمعة، يوم السبت 17، أما يوم الأحد 18 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.